الصلاة على النبي وآله الهدايات. وبعد خذ نظما آتاك جيدا يهديك إن أردت أن تجودا، سميته بالسلسبيل الشافي فهو لتجويد القرآن كافي. فمن بالقبول يا الله وانفع به جميع من تلاه، واجعله داعيا إلى النعيم وخالصا لوجهك. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى. أما بعد، فإني أصلي وأسلم على حبيبي ونبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الدرس الثاني من الدروس التي خصصتها لحل تدريبات الشرح الصافي على متن السلسبيل الشافي. وإني بين يدي هذا الشرح أو هذا الحل التدريبات أقدم بهذه الطرفة، والتي رأيت في بعضكم أنه قد ظن نفسه اليوم صار معلما، وبعض بعضكم يتحدث في حضرة شيخه، فأقول الطرفة له والذي على رأسه شيء ليحسس عليه الآن. يحكى أن الإمام العلم أبو حنيفة رحمه الله قال كلاما طيبا في تلميذه النجيب أبي يوسف رحم الله الجميع، حيث ورد أبو يوسف مرضا شديدا أوشك فيه على الموت، فلما علم حزن وقال سبحان الله قد كنت أعده لأن يكون شيخا بعدي. فوصل الكلام إلى أبي يوسف ففرح، وكأنها كانت الترياق أو الدواء الذي نشط به. فلما شفاه الله وعوفي عاد إلى المسجد، لا ليجلس تحت قدمي شيخه أبي حنيفة، وإنما ليجلس في مكان آخر. وبدأ الطلاب يتوافدون عليه، فلما أبصره الشيخ أبو حنيفة الإمام الكبير قال من هذا؟ هذا أبو يوسف. قال شفاء الله الحمد لله، ولماذا لم يأتي إلينا؟ قالوا ألم تقل كذا وكذا؟ قد بلغه والله، فجلس للتدريس والإفتاء مثلك يا شيخ. مسك حلقة وصار شيخا كبيرا يتحدث. فقال تعالى يا فلان، واختار طالبا لبيبا، قال اذهب إليه وقل له هذه المسألة، فإن قال يجوز فقل له أخطأت، فإن قال لا يجوز فقل له أخطأت، ثم اتركه وتعالى إليه. وما المسألة؟ قال قل له رجل أعطى الخياط ثوبا ليقصره، فلما ذهب إليه جحده وقال ما أخذت منك شيئا، فذهب إلى القاضي فاستدعاه القاضي وقال قد أخطأت، هذا ثوبه، وأعطاه الثوب، ثم طالب بالأجرة. هل له أن يأخذ الأجرة وقد جحد الثوب؟ فقال أبو يوسف لا يأخذ لأنه جحد. قال أخطأت. قال انتظر. قال بل يأخذ لأنه تعب. قال أخطأت. كيف؟ فتركه وذهب إلى الشيخ أبي حنيفة ليجلس، فهرول أبو يوسف وراءه، فلما رأى أبو حنيفة أعرض عنه، فيأتيه من اليمين فيعرض إلى الشمال وهكذا، وهو يقبل رأسه ويديه يا شيخ يا سيدي، حتى قال يا أبا حنيفة لا تتصدر حتى يعني، أو قال له يا أبا يوسف لا تتصدر حتى أذى لك، كما يقال تزببت قبل أن تحصر، أي صرت زبيبا قبل أن تمر مرحلة الحصر، والعنب له مراحل، استوي الأول وانضج حتى تكون هي كذا. وفعلا أفداه وأعلمه وأخبره. ثم إني لا أقصد والله أحدا منكم، إنما أنا يعني أحب المزحة وأحب أن أرى البسمة على وجوهكم، فإني والله كل شوية أطير كده وأعمل كده من الفرحة والسعادة بكم. ونحن نحب ذلك منك يا شيخ. أحسنت، أفلحت والله. كما أنك أخذت الكلام على رأسك يا شيخ. كيف تخلص من هذا البيت من الشعر؟ نعود، تذكر بيتا ثم سنعود إليك. أيها الأحبة، الدرس السادس وهو باب التعريف، اقرأ يا شيخ علاء هذا الباب سريعا. اعلم بأن النون والتنوين قد عرفوهما بأن النون ساكنة أصلية تثبت في لفظ وعصر ثم خط المعرف، وهي تكون في اسم أو فعل وفي
حرف وفي وسط ترى وطرف، ولكن التنوين نون ساكنة زائدة في آخر اسم كائنة، تثبت في اللفظ وفي الوصل ولا تثبت في الخط وفي الوطف كلا. أفلحت والله يا سي آخر كلمة. السؤال يا إخواني، اختر واحد ساكنة أصلية تثبت في لفظ ووصل ثم خط موقفي، تحدث الناظم عن النون الساكنة. باء، النون الساكنة. اثنان، تثبت في اللفظ وفي الوصل ولا تثبت في الخط وفي الوقف كلا، قصد الناظم التنوين. الجواب ألف. ثلاثة، يوجد نقاط فروق أو فروق أساسية بين النون الساكنة والتنوين. ثلاثة، أربعة، خمسة. خمسة. الجواب كما ذكر الشيخ خمسة فروق أساسية. خمسة فروق أساسية. يعد باب تعريف النون الساكنة والتنوين نقاط تحفة الأطفال والمقدمة الجزرية بابا جديدا أضيف على موجود من قبل فيه لا داعي له ويكفي ما في جديد. أحسنت. يعد باب تعريف النون الساكنة والتنوين بابا جديدا أضيف على تحفة الأطفال والمقدمة الجزرية. نعود أيها الأحبة إلى الدرس السابع، أحكام النون الساكنة والتنوين. من يقرأ؟ تفضل يا شيخ أمين. باب أحكام النون الساكنة والتنوين. أحكام تنوين ونون أربعة من قبل أحرف الهجاء التابعة، أظهرهما من قبل همز هاء عين وحاء ثم غين خاء، وأدغمنهما بغير غنة باللام والراء وبينمو غنة ما لم يكن في كلمة قد ذكرا، كنحو صنوان ودنيا أظهرا، واقلبهما ميما قبيل الباء وأخف قبل فاضل الهجاء، صف ذا ثنا كنجاب شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. أحسنت. السؤال ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة الخطأ أمام العبارة غير الصحيحة. أنصحكم أن تقرأوا السؤال أكثر من مرة لأن بعض الألفاظ قد تغير. الأول، الإظهار الحلقي اصطلاحا هو النطق بالنون الساكنة والتنوين بدون غنة مطلقة. الجواب خطأ. خطأ فعلا، لا نقول مطلقة بل نقول بدون غنة زائدة أو كاملة كاملة أو زائدة، أما مطلقا خطأ. اثنان، يأتي الإدغام مع النون الساكنة من كلمة ومن كلمتين، صح أم خطأ؟ خطأ. خطأ من كلمتين فقط، بل لا يكون كما قال الناظم ما لم يكن في كلمة قد ذكر، إذن هذا خطأ. الثالث، الألف في قول الناظم كنحو صنوان ودنيا أظهرا مبدلة عن نون التوكيد الخفيفة. الجواب صح. صح فعلا، أظهرا إذن هي مبدلة عن نون التوكيد الخفيفة والجواب صواب. أربعة، دليل حكم القلب من متن السلسبيل الشافي والقلب عند الباء، هذا دليله من السلسبيل. الجواب خطأ. خطأ الجزرية. بل هذا من المقدمة الجزرية. السؤال الخامس، معنى كلمة فاضل في قول الناظم وأخف قبل فاضل الهجاء أي باقي حروف الهجاء. الجواب صح. العبارة صحيحة. السادس، اقتبس الشيخ عثمان مراد البيت الحادي والعشرين في منظومته من متن تحفة الأطفال، ما هو البيت الحادي والعشرون؟ صف ذا ثنا. الجواب صواب فعلا، مقتبس من متن تحفة الأطفال. السؤال السابع والأخير في هذا الدرس، ورد ثلاثة أحكام مختلفة للنون الساكنة والتنوين في قوله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم، صواب أم خطأ؟ ثلاثة ولا أربعة؟ أنا قلت ثلاثة. ثلاثة صح. الجواب صح فعلا، قول معروف هذا إدغام، معروف ومغفرة إدغام وهو مثل إدغام إدغام لا نكرر، ومغفرة إظهار حلقي خير من إدغام وقد سبق، من صدقة إخفاء، صدقة يتبعها هذا إدغام بغنة سبق، والله غني حليم هذا إظهار حلقي. إذن فعلا ثلاثة أحكام وإن تكرر بعضها. نعود أيها الأحبة في الله
إلى الدرس الثامن باب التعريف. من يقرأ؟ الشيخ المتوكل. باب التعريف: يظهر أن تخرج كل حرف من مخرج من غير غن الحرف واللفظ بالحرفين حرفا واحدا مشددا كالثاني إدغام بدا وجعل حرف في مكان الآخر مع غنة فيه فإخلاق دري وأما الإخفاء فحال وأما الإخفاء فحال بين الإظهار والإدغام قد روينا. حسن، لو رققت الدال في الإدغام اختر وجعلوا حرف في مكان الآخر مع غنة فيه. التعريف السابق لي الإظهار الحلقي الإدغام القلب تكملة البيت مع غنة فيه فإقلاب دري يبقى للقلب أو المقلاب. واللفظ بالحرفين حرفا واحدا مشددا كالثاني الإدغام. التعريف السابق لي الإدغام مشددا كالثاني إدغام بدأ. الثالث نقاط: النطق بالنون الساكنة والتنوين على صفة بين الإظهار والإدغام مع الغنة وعدم التشديد. هذا تعريف رقم جيم الإخفاء الحقيقي. أربعة: أن تخرج كل حرف من مخرج من غير غن الحرف. هذا هو الإظهار. قال الإظهار أن تخرج كل حرف من مخرج من غير غن الحرف. أيها الأحبة، باب حكم النون والميم المشددتين. من يقرأ؟ تفضل. شددت نون وميم غنة وصلا ووقفا كاتا لهن وسم حرف غنة مشددا واحذر لما قبلهما أن تنددا. أحسنت، اختر. الغنة نقط تخرج من الخشوم على الراجح، حرف صفة مخرج وصفة صفة فقط، هي صفة على الراجح صفة. تثبت غنة النون والميم المشددتين وصلا فقط وقفا فقط وصلا ووقفا وصلا ووقفا. السؤال الثالث: تأتي غنة حرف النون والميم المشددتين من كلمة فقط كلمتين فقط كلمة أو كلمتين من كلمة أو كلمتين. الجواب جيم. الرابع والأخير: أشهر لحون الغنة هو زيادة حركة الحرف الذي قبلها بعدها بعدها أو قبلها قبلها. واحذر لما قبلهما أن تمددا. أحسنتم. أيها الأحبة، الدرس العاشر والذي سأختم به حلقة اليوم وهو باب أحكام الميم الساكنة. من يقرأ؟ أخ ماجد تفضل. والميم إن تسكن لها أحكام الإخفاء والإظهار والإدغام فأخفي عند الباء وفي الميم إدغما وأظهر عنها عندما سواهما وإن رأيت الميم قبل الفاء أو قبل واو احذر من الإخفاء. أحسنت. هذا التدريب هو عبارة عن أكمل، وبالمناسبة اختر صح وخطأ وأكمل للأشياء القصيرة، هذه كلها أسئلة موضوعية وليست مقالية، وبعض الأسئلة التي أجيب بها في النشاط البحثي أو الإقرائي هي أسئلة مقالية، لكن أغلب الأسئلة التي أعتمد عليها في التطبيق هي أسئلة موضوعية. أكمل أخي الكريم وأكملي أختي الكريمة التي تتابعين الآن. والميم إن تسكن لها أحكام الإخفاء والإظهار والإدغام فأخفي عند الباء وفي الميم إدغما وأظهرنها عندما سواهما وإن رأيت الميم قبل الفاء أو قبل واو احذر من الفاء ولا تنون الواو. مثل لما يأتي بمثال، كل منكم يأتي بمثال. إخفاء شفوي. كنتم به. أحسنت. إدغام مثلين من كلمتين. لكم ما سألتم. ولكم ما أو لكم ما. أحسنت، رائع. إدغام مثلين في كلمة.
خطأ. عما مما أحسنت، رائع أحسنت. أجيزك والله. ألف لام ميم، إذا اعتبرناها كلمة واحدة. مما بتمشي طاسين. لا لا أصلح يا شيخ طاسين، لأن يا شيخ أمين نعمة أصلها نعمة ما نعمة. وهذا ذكرت يا أخي على عما، فهذا أصلها عنا فلا تصلح. إنما الصواب كما قال الإبن أحمد في الحروف المقطعة، لكن ليس بالكلمات العادية. نعم أحسن، وليس بالكلمات العادية، وهذا سؤال استثارة المهارات العليا. عندما نأتي إلى مثل إظهار شفوي في كلمة، أنا إظهار شفوي، إظهار شفوي حمد إظهار شفوي يا إخواني، إخواني إظهار شفوي يا إخواني خاص بالنون الساجد، كأمثال كأمثال تمسون أمهلهم. وأما الإظهار الشفوي من كلمتين فكثير، أمهلهم رويدا أم كنت من العالين، أمثلة كثيرة. قم فأنذر عليهم ولا عليهم ولا. أيها الأحبة في الله، سعدت بكم والله أسأل لي ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أتاك جيدا يهديك إن أردت أن تجودا، سميته بالسلسبيل الشافي فهو لتجويد القرآن كافي، فمن بالقبول يا الله وانفع